متأبطا رصيد لقاءات تشاورية مع قيادة المخابرات المصرية عنوان تناولها العريض جاري تطورات الشأن الفلسطيني على مستوى ملفي المصالحة والمبادرة المصرية الأممية لتخفيف حصار غزة وإرساء تهدئة سواء بين المقاومة والاحتلال. توجه وفد قيادي يضم أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في إقليمي الخارج والضفة الغربية من قطاع غزة إلى القاهرة عبر معبر رفح. في زيارة أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن وفد الحركة سيلتقي خلالها قيادة المخابرات المصرية ابتغاء تقديم رؤية حماس لكل الملفات التي تم طرحها للنقاش في الاجتماعات التي عقدها المكتب السياسي مع الفصائل بالقطاع. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قد حد في تصريح صحفي رفع الحصار عن غزة وكف الاحتلال يد عدوانه بساط ضمانة سالكا وسياق رهان مثمرا لنجاح جهود التهدئة، مشيرا إلى أن وفد قيادة حماس يمم وجهه شطر القاهرة حاملا ما سماها رؤية وطنية شاملة منسجمة مع رؤية الفصائل ومتطلبات الشعب الفلسطيني. كما أبدى خليل الحية فجأة حماس بوجود ورقة مصرية جديدة تهدف إلى المصالحة الفلسطينية بعد توقيعها على الورقة الأولى، مستدركا أن أي خطوة نحو المصالحة يجب أن تبدأ برفع العقوبات الحكومية عن قطاع غزة وتقوم على أساس وحدة وطنية تبني مؤسسات الشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة وتستند إلى اتفاقيات القاهرة الموقعة عام 2011 ومخرجات بيروت المحررة في يناير 2017. مختتما حديثه في سياق موضوع إنهاء فعاليات مسيرات العودة وإيقاف حراكها الميداني بأن غلاف غزة لن يعيش باطمئنان ما لم يوضع عن الغزيين إصر الحصار وأغلاله التي أدرج استمرارها ضمن ما سماه تمرير صفقة القرن، مضيفا أن حركة حماس ستواجه كيد الصفقة بمسيرات العودة والمقاومة الشعبية والوحدة الوطنية.